مجدي جلاد الأب بقى في ظل كل التحديات دي في حياته العملية، كان عنده وقت يستمتع بأبوته؟ لا بصراحة، حضرتك عندك 4 أبناء مظبوط؟ عندي أحمد الكبير وبعديه سما ولميس ونور. لميس اللي كانت بتتكلم دي بوسطانية تقريبا في البنات، أحمد وديك وثلاث برابر. متدلع بقى أحمد؟ ولد وحيد على 3 بنات؟ مامته اللي مدلعاه، لكن أنا مدلع البنات. هما دايما البنات للأب، مفيش مهما الواحد عمل. مامته بقى بنقعد نتريق بقى، نقول لها النغة بتاعك مش عارف ايه والكلام ده، بس اساسا انا مقصر في حقهم طول الوقت، لانهم بدأوا يكبروا وانا مشغول جامد كتير. شغلنا ده صعب قوي، شغلنا ما بياخدش الوقت بس، بياخد الحياة كلها. المهنة دي للأسف، وبياخد الأعصاب والتفكير والذهن، حتى ممكن أكون قاعد معاهم في البيت وكأني مش موجود معاهم. فبحاول دائما أكفر عن ذنبي ده بحاجتين. الحاجة الأولى إن أنا صبرت أو داعم لمامتهم، لأن هي اللي شالت كل حاجة، شالت تربيتهم والبيت وكل حاجة، ولا تزال حتى الآن هي اللي حتى شالت جواز ابني وبنتي. الحاجة التانية إن أنا بحاول إن أنا أكون معاهم في لحظات كثيرة جدا محتاجيني فيها، وأسيب الشغل وأروح لهم. بتسيب؟ في اوقات ممكن تسيب الشغل وتروح له؟ احيانا بحس بان انا مقصر جدا، فاقول الساعتين دول لازم اروح لهم. يعني مثلا لما اكتشف في وقت من الاوقات ان بنتي بتبعت لي مسج بتقول لي يا بابا انت ناسي ان عيد جوازكم النهارده انت وماما. دي انقذت حضرتك. فانا ومراتي يمكن تسمع الكلام ده تزعل. يعني مثلا انا متجوز مراتي بقالي 26 سنه ولا 27 سنه ما شاء الله، نسيت فيهم مرتين ثلاثه. وبناتي كده في السر يبعتوا لي بابا بكره النهارده عيد جوازكم النهارده مش عارف ايه والكلام ده، فانا اروح اجيب هديه جري واروح لمراتي واقول لها انا فاكر هي كده يعني، وانا ما كنتش فاكر. كانت قصه حب. انا جوزت مراتي عصمت غيث عن حب. حب عصمت غيث قريبه حضرتك؟ عصمت غيث من نفس عيله مامتي، نعتبر ولاد خالي يعني، باباها ابن عم ماما يعني، فالفلاحين برضه بنقول له يا خالي. فهو يعتبر خالي يعني، فاتجوزنا عن قصة حب وتحدي، وماما ما كانتش موافقة ولا بابا. ليه؟ مع انهم ولاد خال كانوا رافضين جواز العيلة، كانوا عشان جواز القرايب ممكن يحصل مشاكل فما فيش داعي. ففي يوم قلت لهم، وهي كمان قلت لهم، طب انتوا رافضين جواز العيلة مش انتوا اللي هتتجوزوا؟ فتحدينا واتجوزنا. اصل انا هقول لك على حاجة، لو كل ال 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 المواصفات في الزوج والزوجة او الولد والبنت كويسة، فمفيش حاجة اسمها اصل احنا بنخاف من جواز العيلة. ممكن باباها مثلا يقول انا مش هجوزها لك عشان انت بتشرب مخدرات مثلا، او انت في سبب جوهري في الشخص، او صايع، او اي حاجة في الدنيا. لكن اوكي انت شايف ان انا كويس يقول لك ده انت ابني، وانت يا ست الله يرحمها طبعا ما شايفة انها كويسة تقول لك ده بنتي، بس احنا مش عايزين جواز العيلة، اتدلعوا بقى بعيد. فاتجوزنا. بس حضرتك كنت على علاقة وطيدة جدا بالوالدة. كانت كل حياتك. كانت كل حياتك ومع ذلك كانت لا، ما هو تحدي مش غصب عنها. لا اقنعتها يعني. نفس بقى. واخويا محسن الكبير يتدخل ومش عارف ايه، خالي التاني يتدخل والعيله كلها تتدخل. لا ما انت فاكر ان احنا عندنا ما نقدرش. لا انا عارفه اقدر اتجوز من غير يعني، بابا الله يرحمه كان موافق، ماما رافضه ما كانش ينفع اتجوز. ولو بابا مش موافق وماما موافقه ما كانش ينفع. لا انا بقول لك تحدي في ايه؟ في الصبر. 3 أو 4 سنين نتحايل. بس الست المفروض الزوجة مطلوب منها ان هي تاخد مكان الام، او ان هي يعني تبقى ليها دور الام في حياة زوجها. اذكى انثى في الدنيا كلها، دي وجهة نظري، اذكى انثى في الدنيا كلها كزوجة وحبيبة انها تلعب دور الام. ده حصل معايا وشفتها في حالات كتير جدا، انها تلعب دور الام في الاحتواء وفي الحضن وفي الرعايه وفي كل حاجه، بس بدون اليد اللي هي فيها فرض، لان الام بيبقى ليها. بس في جانب تاني في الام. الام بتسامح ابنها على اي شيء، تبقى انثى ذكيه برضه. الزوجه
فيش راجل في الدنيا كلها مراته ما سامحتوش. اه ده حقيقي، ده اعتراف ضمني ان الرجاله كلها بتغلط اهي. بصر، شوفي، الرجل غير المرأة. المرأة في مجتمعاتنا خطأها جريمة، خلينا نكون صرح. ولكن المرأة الذكية أو الأنثى الذكية هي التي تتعامل مع جوزها وحبيبها باعتبارها أنها زوجة وحبيبة وابنة أحيانا وأم غالبا، اللي هي فكرة إيه؟ تعالى بس، تعالى تعالى اقعد هنا ماشي، وانا عارفه انك غلطت، بس عارفه لانك انسان وبشر، بس ما تزودهاش بقى يا حبيبي وتقرص ودنه. ده مطلوب مش عيب، على فكره مش عيب. المراه اللي عندها ذكاء انثوي عالي تعرف كويس جدا انه مهما بيحاول يفلت بره يبص لواحدة كده تعجبه، مش عارف فلانة، يكلم فلانة، أقول بصفة عامة، وبعدين تروح بالبلد كده سقطاه بسرعة. شوف أنا صريح معاك، سقطاه بسرعة. خلاص بصيت واتفرجت وانبسطت، خلاص بقى يا حبيبي تعالى بقى، أخدت تعالى بقى، هنقف عند تعالى كده. بقى أنا هوقفك عند حد محدد، عند حد معين كده، عند نقطة، خلي بالك. طب بصراحة بصراحة مش محتاجة انك تقولي بصراحة، قعدت مع بنتك سما قبل جوازها قلت لها الكلام ده؟ اه كتير. قلت لها تعامل ازاي جوزها؟ كتير. اه كأب بقى، لانها متجوزة عن حب برضو زي كأب بقى. اه طبعا. لان انا بقى طبعا الوضع بيبقى مختلف. قعدت مع سما كتير وقلت لها خلي بالك، الحياة الزوجية مش قفش، والحياة الزوجية مش واحدة قدام واحدة. الحياة الزوجية احنا لما بندخل مع المأذون نكتب كتب كتاب، لازم ان هي تكون منعقده على التأبيد الابدي، ان احنا عايشين مع بعض لغايه ما نموت. هي علاقه مؤقته. تمام؟ فبالتالي يا سما، جوزك بشر وانت بشر. لو ما عدتيش احيانا وهو عدى احيانا مش هتمشي الدنيا. ورحت قال لها كلمه طبعا، قلت لها عائلتنا